يعني عندما نجد أمين عام مساعد للحكومة، هذا الذي أشرت إليه، وأنا لا أريد طبعا أن أنسبه إلى ذلك النسب العريق الشريف، لأنه الكنت هو القائل أطعت الهوى فالقلب منك هواء وقساك صرفا مذبان عنه صفاء، ورمت جدا ماء يدوم جداؤه وسيانه فقر في الثرى وثراء. ذاك هو اللي كان كسب من المعالي ما أراد أن لا تشوش عليه المادة أصلا كسبا وكدحا وانشغالا بها، كأنه يقول قولة المتنبي ومن ينفق الساعات بجمع ماله مخافة فقر في الذي فقر فعل الفقر، لا سيما أن ينفق عرضه من أجل جمع تلك الدراهم. نريد التركيز على الفكرة لأن الضيف غير موجود معنا. عندما نجد هذا الشخص جلس في التلفزيون بشكل علني وأمين عام مساعد للحكومة، يعني مع رجل في إدارة الدولة المركزية، معناها تعميمات وتصل إلى كل الناس، وقال أني شخصيا مليان بالدور والأموال، وهذا الكلام مسجل موجود على اليوتيوب يا أخي الكريم. والناس وقال لديكم منزل وكذا، وهذه قضايا بعضها معروف يعني، وبالتالي هذه في النهاية هذا وجهة نظر، هو في النهاية لا يوجد معنا الآن ليرد. هذا ليس وجهة نظر، نريد التركيز على الشق المتعلق بتوفر الوسائل المادية لكم كمعارضين وللمعارضة ككل، ووجود دعم مالي لكم حتى من الخارج، وبالتالي هذا يعني أن المعارضة لا يمكن أن تتحجج بأن الوسائل المادية تنقصها. إلى ذلك لكن قبلها مرورا بما تأثرت أنت به وأنت شعب مثقف، لا سيما عامة الناس الذين حسبوا فعلا أنه أمين عام مساعد الحكومة تكلم عن فلان من الناس بالاسم والرسم، وأنا ممكن أنقاضيه لفكرة. هذا الكلام مكذوب تماما. هذه الأموال التي تحدث عنها لا أساس لها من الصحة. أنا كنت ليست لديك أموال أبداً، وليست لديك قصور أبداً. أنا كنت أملك دارا وبيعتها في السنة الماضية، لعل النظام اقتنع بأني فعلا غني، ولذلك قطع عني كنام. أنا شخص من الأسرة أعالجه في الخارج، ولذلك بعت الدار. اليوم المشاهد من حقه نعطيه ذمتي المالية، لأنه أنا أيضا شريك في إدارة الجمعية الوطنية. من حق المشاهد المواطن أن يعود شفاف معه. نملك السيارة اللي واقفة قدام، وعندي عن الوالدة عندها شو 20 عنز وخمس بقرات تقريبا، وطارين أغلبهم في هذه السنة. هذا اللي قد يسوغ، هذه ذمة المالية، هذه ذمة المالية. ومستعد نمشي شورى الموثق ونوقع على الذمة المالية. بتعبيركم أنتم الفقهاء، أنا نعرف أنك فقيه، تعرف أن جايز بيع الذمة، نوقع على الذمة المالية مقابل أنها تعود له، ترد له شاهد عقله الأخ، وترد له كرامته أهليته، لأنه ما يتم يتكسب بلحوم العلماء وذمم الخيرين والصالحين.